السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. النهاردة في الفيديو ده هنشرح برنامج اشتراكات أعضاء كمال أجسام. ده أي صالة، أي حد عنده صالة كمال أجسام بيكون عندك أعضاء، أنت محتاج شوية تقارير أو محتاج برنامج ينظم لك الشغل بتاعك. فالبرنامج اللي احنا عاملينه ده هيفيدك كتير جدا، فاحنا هنشرح لكم المميزات اللي فيه. عندنا حاجه مثلا، فيها حاجه اعضاء الشركات المصرفيه مستخدمين نسخ قرير و وعندنا طبعا الشاشات المتفرعه منها. خلينا اول حاجه نتكلم على الشاشه المتفرعه منها. طيب عندنا دلوقتي فتره انتهاء صفحات الشركات. مثلا انا عندي عضو كان مشترك في 4/7 في 4/8، المفروض يديني هنا اشعارات بالناس، الاشتراكات بقت على قربك تنتهي. دي اشعارات مليونيه، مثلا عندي شخص محمد رمضان دفع 300، دفع الشطار 300، فربما بقى عليه كذا وهكذا. خلينا نشوف من البدايه البرنامج ده بيتعمل ازاي. اول حاجه اروح عند الاشتراكات، اكد اروح عند الخدمات. عندي الخدمات بتاعتي مثلا عايز احذف، او ما ادوس عليه كده اقدر احذف. ممكن اضيف عندي اشتراك كلي بتسعر 300 جنيه، جيم بس 50 جنيه، فيتنس بس 15 جنيه، على حسب يعني. وكمان في اشتراك بنظام الحصص، يعني عندي اشتراك يومي هو اللي هو الاشتراك بالحصص، يعني عندي اشتراك الشهري. طيب بعدين اهم حاجه ثانيه اللي عايزين نشرحها المستخدمين، اي حاجه مستخدمين او اشتراكات او مواصفات في حذف وتعديل وبيانات العضو وتعديل بيانات العضو. خلينا ندوس نشوف اول حاجه المدربين. ده المدرب ده عباره عن تقرير بيطلع لك المدرب محمد فايد مين الممبرز او مين الاعضاء شغالين معاه. عندي بريم جمال ده عنده مع واحد بس وهكذا. دلوقتي هنعمل تيست احسب العضو الجديد. مثلا انا هنا في عضو جديد، ممكن احمل صوره من الكمبيوتر بتاعي، وممكن استخدم الكاميرا بتاعت الكمبيوتر، وهي زي ما بتقول باين قدامي دلوقتي حالا. اقدر اشرح منها من خلال طبعا الشاشه الصغيره دي، هوريكم شكل التقرير بتاع فتره انتهاء الشركات وهكذا. بعد ما نوصل هنا الاسلوب، ومن هنا واحد كتب اسم عضو مثلا ياسر اسماعيل، بعد رقم عضو مثلا 7، رقم الموبايل بتاعه، اسم المدرب اللي شغال معاه ابراهيم جمال، او ياخد الفيتنس مثلا، او ياخد اشتراك كلي. تمام. وبعد كده ادوس على حفظ. لما ادوس على حفظ هيجيلك شاشه ثانيه عشان احدد الاشتراك بتاعه. هو لغايه دلوقتي ما دفعش فلوس، ولكن ده هو مشترك في الخدمه دي اللي سعرها 300 جنيه. ادوس على حفظ، جت لي شاشه ثانيه عند الشاشه ياسر اسماعيل. اول ما ادوس على اسمه يجيلك الصوره بتاعته. اي شخص قدامه مثلا قدامك بتدوس عليه بيجيلك الصوره بتاعته، ممكن تبحث عليه من خلال الاسم يدوس على بحث باسم عمر. هنا الاشتراك 4/8 اللي هو النهارده هينتهي 4/9، ممكن تعدل في التاريخ وممكن تسيبه زي ما هو. هو عليه 300 جنيه، دفع 200، هو عايز يدفع 200 ويبقى عليه 100 جنيه. ممكن تدوس طبعا انشاء كورنيه لو انت عايز تطلع له كورنيه، تدوس عليها كده ويطلع لك كورنيه. وممكن طبعا بعد كده تدوس على تسديد تسديد اشتراك، وبعد كده ممكن تقفل الشاشه دي كده. طيب احنا هنا تاريخ النهارده 4/8، عايز نعدل في التاريخ ونخليها مثلا 4/9 ونشوف النتيجه شكلها عامل ازاي. اهو هنعدل في التاريخ، هنفترض مثلا خلاص يوم 9 جه، عشان التاريخ لما بيجي لما يوم 9 يجي طبعا التاريخ بيتعدل في الكمبيوتر تلقائيا، ده موجود في الويندوز لأي حد. طيب هنفترض طبعا ان يوم 9 جه، يوم 4/9 جات لي كده اشعارات باسمه ياسر اسماعيل، قبلها بيوم ممكن طلع معاك شكل البياني بتاعه، هما في اتنين. لاحظ ياسر اسماعيل ابتدى اشتراكه 4/8، هيبتدي 4/9. محمد رمضان برضه نفس الحكاية، ممكن كمان ترجعها قبلها كده بيوم مثلا 2، عشان يجيلك مثلا الحاجات دي. عندي ياسر هنا فاضل له يومين، عندي محمد رمضان فاضل له يوم. سيبكم من ارقام واحد ونص، دي تعتبر مش حقيقيه. طيب انا حبيت اطبع مثلا التقرير ده، ماشي، ادوس مثلا على طباعه. تمام، واقدر ادوس على البرنتر
ومهما بتتبع الورقة هناخدها وأوريها لكم طبعا. هي بتتبع دلوقتي حالا قدامي، هحاول نجيبها دي، هنوريكم طبعا شكل التقرير. بس خلينا نثبت العضو الجديد، نفتح الكاميرا بتاعتنا. هو طبعا عشان مديناش ألوان، احنا ممكن نطبع ورقة تانية بس يعني شكل التقرير مختلف شوية، اللي هي هنا بتجيلك كولر غامق. ممكن نحدد كمان الكولر بتاعها، نشوف كولر كويس عشان البرنتر عندنا أبيض وأسود. طيب مش هتفرق معانا أوي، ممكن كمان تختار مثلا من نوع تاني مختلف، ممكن تختار نوع تاني مختلف من التقليد وهكذا. طيب بعد كده خلينا ندوس مثلا على الاشتراكات، خلينا نرجع كروموس زي ما احنا عايزين. ادوس مثلا على اغير اشتراك مثلا، او ندوس مغيرش اسف، اروح عند تسجيل عضوية وخلي طبعا التاريخ بتاع وانتهي 4/8 أربعة، وابتدي 4/8 ينتهي 4/9، التاريخ بتاعنا هو 4/9. وهنا طبعا خليني في الشاشة دي، الاشتراكات، تسجيل اشتراكي الشهري ياسر، ابتدي 4/9 اللي هو النهاردة، هينتهي 4/10، هتدفعينا مثلا 200 جنيه أو يدفع 300 جنيه، مبقاش عليه أي حاجة، صفر. في الشاشة خفيف ياسر، قبل كده كان عليه 200، ممكن تدوس عليه دبل كليك تدفع 200 جنيه عليها، أو بقى عليه 100 آسف، أول ما تدوس عليها كده طبعا هتختفي. وهنا طبعا بقية الناس اللي قاعدين فلوس قبل كده. طيب أنا عايز طبعا ممكن أشوف في التقارير بتاعتي، عندي حاجة اسمها التقارير أربع الخسائر، بختار من البداية للنهاية أي تاريخ بتاعك، وبعدين تقدر تشوف التقرير بتاعك تقدر تعمل انطباع، يعني ايه الإيرادات المصروفات، الإيرادات كذا، المصروفات كذا، صافي الربح كذا. عندي تقرير بتاع المصروفات بس، أقدر أشوف المصروفات اللي أنا أنفقتها على المشروع بتاعي. مثلا لسه مدخلتش مصروفات، ممكن أروح عند المصروفات، ممكن أضيف عنصر هنا، ممكن أضيف المعتمدات والحاجات، ممكن أضيف أكتر. فعندي المصروفات بتاعتي هنا، مثلا أنا عندي شراء أدوات سعرها 900 جنيه. طيب وممكن تدوس عليها كده تحذف زي انت ما عايز. طيب لما تيجي تروح مثلا عند التقارير، اروح عند المصروفات، اختار اخر تاريخ مثلا او تاريخ من كذا لكذا، بيجي لك مثلا المواصفات بتاعت شراء ادوات 900 جنيه. عندي هنا ربح وخسائر، طبعا ممكن تشوف اخر تاريخ طبعا، الإيرادات ناقص مصروفات، يعني عندي مصروفات 900 جنيه، إيرادات كذا، صافي ربح كذا مثلا. وبعد كده أنا عندي المشتركين دائمين، يعني الناس اللي عليهم فلوس قبل كده. طيب وعندنا الاشتراكات خلال الأعوام، يعني نشوف الناس اللي اشتركت مثلا من فترة كذا لفترة كذا، عايزين نعرف هما مين. عندي متولي اشتراك من كذا لكذا كذا، وياسر ابتدي كذا ساعة كذا. وطبعا ده مش تجديد الشركة بتاعه. عندي محمد رمضان مرتين، ميادة مرتين، يعني ده اشترك شهرين. بعد كده انا عندي الخدمات اشتراك اليوم بس كده. واشكركم طبعا مشاهدة هذا الفيديو، كده الفيديو خلص. البرنامج ده سعره 1500 جنيه، مدعم التقسيط على 3 شهور. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.